الظهر قبل من قطع الدواء أدمي بعشرين كيلو الظهر والعصر، وكان وقت العصر وأديناها صلاة الظهر أربع أربع والعصر أربع. هل وأنتم مسافرون؟ نعم. ليه؟ والله كان يعني كان معنا واحد قال إن الحين صرنا في منطقة الدواد. وأنتم من هذا الدواد؟ نعم. بلانا في هذا الوقت أن يفتي الإنسان بما لا يعلم، فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به. والمسافر لا ينقطع سفره إلا بوصوله إلى البلد حقيقة، بأن يدخل البلد. ولهذا قصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مرجعه من سفر وهو يرى الكوفة، والكوفة محل مقر عمله، مقر سكناه رضي الله عنه، كما نعلم نحن أنه قتل في الكوفة. فقصر وهو يرى الكوفة، فقيل له: يا أمير المؤمنين، هذه الكوفة. قال: إنا لم ندخلها بعد، أو كلمة نحن. فالإنسان لو كان بينه وبين مسافة بلده 20 متر لكن لم يدخل البلد، فله أن يترخص برخص السفر. والذي أبتاكم وصيتي له عن طريقك أن تنصح وتقول: يا أخي لا تسرع في الفتوى، الفتوى خطيرة، لأن الفتوى إخبار المرء عن الله بأن هذا حكم الله. ولهذا نعتبر الفتوى من أخطر ما يكون. والإنسان الورع يقول: لولا أني أرى أن الفتوى تلزمني ما أفتجت، لأن مسألة خطيرة ما يهينة. الفتوى ليست سلعة تجارة يتجه بها الإنسان أمام الناس حتى يروه ويعظموه. الفتوى خبر عن الله بأن هذا شر، وهذه مسؤولية كبيرة. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم وألحقنا بهم كانوا يتدافعون الفتوى: اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، حتى تصل إلى الأول. كل هذا من التورع. فانصح جزاك الله خير عني بألا يتسرع. أما صلاتكم إياها أربعا فأرجو أن لا يكون بذلك بأس، لأن الإتمام في موضع القصر لا يبطل الصلاة. نعم.